بسم الله. دلوقتي هنتعرف على الدوال في برنامج الرينج. دلوقتي انا لو انا عايز اعمل دالة بقول له فانكشن اكس واي مثلا، تمام، وهفتح اقواس لتنظيم الشغل. بس حتى لو ما عملتش الاقواس مش تفرق، برضو هتشتغل برضو، بس هي يعني تنظيم الشغل. فانكشن دي اقدر احط فيها اي حاجة انا عايزها، تمام. الداله دي هستخدمها كل شويه، يعني كل شويه انا شغال هحتاج ان انا مثلا استدعي الداله ديت لحاجه معينه، تمام. يعني لو في كود معين هيتكرر كتير، بدل ما يتكرر بعمله داله واستخدمه او استدعيه في مره واحده، تمام. هقول له هنا في الداله ديت اطبع لي مثلا هلو ورلد، تمام. طيب خلينا نشغل البرنامج. ما عملليش حاجه خالص، ما جابليش اي قيمه. ليه؟ لان انا لسه ما استدعيتهاش، دي مجرد متخزنه وممكن في اي حته استدعيها. اقول له اكس واي وادي له قوسين بحيث ان هو يستدعي الداله ديت. خلي بالك هو اداها لون لانه خلاص عرف ان دي داله، فلما اشغلها بعد كده بيبدا ينفذ الداله ديت، يبدا ياخد الداله دي وينفذها، تمام. طيب طب فرض ان انا حطيت متغير، عملت هنا متغير اسمه اكس بيساوي واحد، تمام، وقلت له اطبع لي الاكس. طيب وجيت هنا قلت له واي بتساوي اتنين، وقلت له بعد كده اطبع لي الواي. تعال نشغل. اول حاجه حصلت ايه؟ شغل هو الاكس والواي استدعت دي، فعمل هالو وورلد ونفذ الواي، وبعد كده راح عمل ايه؟ راح للواي، يعني الاكس واي دي نفذت الفاكشن الاول وبعد كده راحت رايحه لهنا، تمام. طيب فرض ان انا جيت هنا وقلت له انا عايز اطبع الواي، يعني بعد ما الفاكشن اتنفذت خالص عايز اقول له اطبع الواي ونشوف اللي يحصل. جاب لي خطأ. خطأ ليه بقى؟ لان المتغير اللي اسمه الواي ده مش بابليك، هنا الاكس ده بابليك مش جوه فانكشن معينه، فلذلك موجود طول البرنامج، انما الواي ده مقفول في فانكشن بس، مش هيتنفذ غير في الداله دي بس. لو عملت داله تانيه او جيت بره الدوال وجيت تشتغل بيه هيرفض، تمام. فلازم نخلي بالنا من النقطة ديت، من مجال الفانكشن ان هو بينفذ جواه. طيب خلينا نعرف دالة تانية، هنسميها مثلا مين، تمام. خلينا نقفل هنا القوس بتاع اللي فوق، وهنا عامل لها القوس بتاعها. طيب خلينا نعرف هنا ليست، اقول له اليست، تمام. اقول له ان الليست ديت، تمام، هتساوي من واحد لعشرة، طيب. هعمل اليست تاني، بس اليست 1 هخليها تاخد كل القيم اللي موجوده في الليست اللي قبليها. اليست تمام. طيب هي كده خدت كل القيم، خدت القيم من واحد لحد عشرة، تمام. طيب هاجي بعد كده اخلي القيمه تتغير، اليست ليه اول قيمة هخليها بتساوي 1، هكتبها خليها مكتوبة،
يبقى انا كده غيرت في الكومة دي. فهل لما هطبع ليست 1 هتتبع من 1 لحد 10 ارقام، ولا هتاخد الرقم دوت؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. هقول له اطبع ليست، وبعد كده اطبع ليست 1. نشغل البرنامج. كان في مشكلة احنا قلنا عليها، همسح الواي ديت، اشغل. تمام. هنا بقى عمل ايه؟ هلو ورلد، خلصنا منها 2 اللي هي ديت، الواحد اللي هي ديت. نبدأ بقى من اول، هنا هيطبع اليست. تمام، احنا قلنا اليست اول رقم هيبقى 1، فطبع 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد 10. لما جه هنا هو خد القيم، ليست 1 خلاص خد القيم كلها. تمام، فخد القيم فبقت من 1 لحد 10. هل الداله ممكن ترجع لي قيمه؟ خلينا نعرف داله جديده، وليكن مثلا اسمها اد. تمام، وهقول له دي هيبقى فيها اكس وواي، فيها متغيرين اكس وواي. تمام، طيب هقول له ان الداله ديت هترجع لي قيمه ريتير اكس في واي. تمام، يبقى هي كده فيها متغيرين. فلما هاجي استدع الداله بعد كده، تمام، يعني خلينا نقول له ان كل اللي فات دوت مثلا كل ده التعليق على اساس ايه، نبدأ من هنا. تمام، طيب لما اجي اشغل كده مش هيجيب لي حاجة لان لسه ما استدعتهاش. فلما اجي استدعيها بقى اطبع لي الدالة واحط بين قوسين مثلا 3 و 5، واجي اشغل الداله تاني. حصل ايه؟ خد هو التلاته حطها مكان الاكس، وحط الخمسه مكان الواي، وضرب الاكس في الواي، 3 في 5 جاب لي 15. فدي ان انا ارجع قيمه من الداله.